أشهد أن لا إله إلا الله أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. والكلام في محبة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينحصر في أمرين، وثالثهما هو الثمرة. أما الأمر الأول فإن العلماء رحمهم الله يقولون كل محبة من العبد لها سبب، وهذا السبب إما أن يكون دنيوي محض، إما أن يكون دنيويا محضا أو أخرويا محضا أو جامعا بين الدنيا والآخرة. ولكن محبة الله عز وجل جمعت هذه الثلاثة الأسباب، فمحبة الله تكون لسبب ديني محض وهو نجاتك في الدنيا والآخرة، وتكون لسبب دنيوي محض فلا سعادة في الحياة إلا بطاعة الله. ولم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتكون جامعة بينهما بما ذكرنا. أما محبة الله فقد قال العلماء رحمهم الله إن الأسباب كلها تهيأت من أجلها. فلو أن إنسانا أحب والده أحبه لعظيم إحسانه وجليل يده عليه وكريم امتنانه، فكيف بالله جل وعلا الذي ما من طرفة عين ولا لحظة عين إلا وأنت ترفل في نعمة منه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. إن كانت المحبة للإحسان فأين إحسان الله؟ وإن كانت المحبة للنعم فأين نعم الله؟ وإن كانت المحبة لدفع النقم فأين النقم التي دفعها الله؟ تفكر وتدبر، لو أن عبدا من العباد في يوم من الأيام قد ضاقت بك السبل وتعسرت عليك الأسباب في دين أو كربة أو هم من الدنيا أو حاجة، فاحتجت إلى من يعين واحتجت لمن يساعد، وإذا بذلك الرجل الوفي يدنو منك في تلك الساعة العصيبة يقول لك أي شيء تريده، فتقول أريد كذا وكذا، فمد لك يد المساعدة وأعطاك ما تحتاجه. لو أن عبدا فعل ذلك لأسرك بمعروفه، ولأصبحت تتحدث بذلك المعروف وتثني عليه ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا، وتثني عليه أمام أبنائك صغارا وكبارا. فأين نعم الله؟ وأين منن الله؟ وكم من كربة فرجها الله عنك، كم من كربة في ظلمات الليل جاءك السقم والمرض، وحولك الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فأنيت وتألمت وتأوهت ونظرت يمينا ويسارا فلم تجد معينا سواه، ولا مجيرا عداه، ولا مغيثا غيره جل علاه، فقلت رباه رباه، فناديته بقلب لا يعرف سواه، وتعلقت به سبحانه وتعالى، وفي لحظة واحدة آتاك رحمته وأسداك منته، ففرج عنك الكرب الذي تألمه وأزال عنك البلاء الذي تجده. فهل ذكرت معروفه يوما من الأيام؟ وهل أثنيت عليه أمام الأنام؟ وهل ذكرت فضله؟ تبارك الله رب العالمين. أحبتي في الله، فلذلك ليس هناك محبة أصدق من محبة الله عز وجل، وليس هناك أحد يحب على الحقيقة كمحبة العبد لربه. ومهما أحببت شيئا فأنت مغال فيه إلا الله تبارك الله رب العالمين. فإنك مهما أحببته ومهما أجللته ومهما أعظمته وأكبرته فأنت المقصر في حقه سبحانه وتعالى.
محبة الله عز وجل لها أمارات ولها دلائل وعلامات بينها العلماء رحمهم الله. ومن أحسن من عبر عن تلك المحبة أحد العلماء رحمهم الله بقوله: تحصل محبة الله بفعل واجباته وترك مخالفته، فإذا تهيأ للعبد ذلك كان محبا لله. إذا اجتمعت الخصلتان في العبد، فعل فرائض الله وترك محارم الله، فهو حبيب الله عز وجل. قال بعض العلماء: يستدل على محبة العبد لله بتوفيق الله عز وجل للعبد لطاعته، وبمقدار ما تقصر في الواجبات، وبمقدار ما يقصر العبد في فعل المحارم والمنكرات، كلما كان ذلك نقصانا في محبته لله عز وجل. ولذلك ما استقرت محبة الله في قلب عبد إلا وجدته أنشط ما يكون لفعل فرائض الله، وأبعد ما يكون عن حدود الله ومحارم الله عز وجل. من أحب الله انتظر في كل لحظة أمرا من أوامر الله حتى يلبي ذلك الأمر، وانتظر في كل لحظة من لحظاته نهيا من النواهي حتى يتقرب إلى الله عز وجل في ترك ذلك المنهي. لذلك أحبتي في الله، دلائل محبة الله في الأمرين وتحقيق هاتين الخصلتين فعل فرائض الله وترك محارم الله. وكلما وقف الإنسان أمام فرض من فرائض الله، وكلما وقف الإنسان أمام حد من حدود الله، فليعلم أنه ممتحن في محبة الله عز وجل.